انطلاق هبة تضامنية وهبة إنسانية نحو سكان وأهالي ولاية بجاية المتضررين من الحرائق الأخيرة إن شاء الله. فقامت ولاية المسيلة منذ الوهلة الأولى بجمع والتحضير لهذه المساعدة والتي كانت مبرمجة لهذا اليوم. فاليوم نشرف على انطلاق 7 شاحنات محملة بمواد مختلفة، مواد غذائية، حليب وأدوات ومواد صيدلانية متنوعة. الهلال الأحمر كعادته في الأيام الصعبة يقوم مع سيد الولي والمديريات الفعالة لولاية المسيلة كمديرة التجارة والتضامن لتحضير إعانات من مواد غذائية مختلفة، وشحن تاعها هي 9 شاحنات من نوع فانتون.